في المجتمع المدني والتأثير في القرارات، وباعتبار أن الفاعل الجمعوي أصبح يشكل قوة اقتراعية لا محيد عنها للترافع من أجل قضايا مهمة تتعلق بمخططات ومشاريع تنموية، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية. شكر موصول أيضا لجمعية أصدقاء المركز الثقافي في شخص مديرتها الأستاذة القدير مشرف على كرم استضافتها في هذا الفضاء الجميل. أيها الحضور الكريم، كلنا نعلم أنه مع نهاية القرن العشرين وأمام تقدم الإنسان وازدهار الصناعات، أصبح العالم يعاني من تلوث وتدهور في الوسط الطبيعي، مما سبب اختلالات بيئية وأركيولوجية. فطرحت عدة تساؤلات حول مصير الكوكب ومدى قدرته على التكيف مع أنماط الإنتاج والاستهلاك المفرط لموارده الطبيعية، في محاولة لإيجاد حل وسط لحسن استغلال هذه الموارد وتلبية حاجية الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة. مع الانخراط في النموذج التنموي ووضع برامج استباقية لرفع التحديات الجديدة وبناء عالم أفضل. وهذا ما ستتناوله اليوم وتعالجه مداخلات ضيوفنا الكرام، مشكورين على تلبيته الدعوة. أخص بالذكر الأستاذ الدكتور نجيب الجبالي والدكتور رشيد الجبالي والأستاذ الباحث وليد محمد. وهذا كلنا نأمل أن يحقق هذا اليوم الدراسي أهدافه المنشودة، والله موفق. شكراً.